اللي حن عليك فيك شر المرض. يمكن داير المحافظ الجديد اقول عليه راجل كويس وراجل عارف ربه ان شاء الله. وفي شر المرض في اللي ورا بيقول مش حيتكلم حيخاف ويقطع الكلام ده، لكن مش حيقطع اي كلمه. بيه وبربنا ما بيخافش. ربنا مع الغلبان، مش حيقطع اي كلمه اللي قلتها طبعا. ومش حيعملوا لي حاجه، انا مره مش حيعملوا لي حاجه. مش حد حد يجي ناحيه ناحيتي. شال يخليك يا باشا، الله حياك هيجي، شال يخليك يا باشا، وهتشوف وديك الصحه والعافيه. فيك شر المرض يا رب. انت مع الغلبان يا باشا. سلم على الله.